رجل أعمى يرى زوجته وابنه لأول مرة. مرحبا بكم. أن تكون سعيدا هو أسهل مما تتوقع، فبسماع الموسيقى المفضلة لديك أو بشم عطرك المفضل أو أكل طبقك المفضل أو التكلم مع أحبائك أو رؤيتهم، كل هذا قد يجعلك سعيدا. عشبت القصتنا سنينا بدون أحد الحواس المهمة وهي النظر، ولكن حدثت له معجزة حقيقية في حياته فأردنا مشاركتها معكم. تخيل أنك تتزوج بامرأة لم ترى ولن ترى وجهها على الإطلاق، وتنجب طفلا لم تكن لك الفرصة لرؤية ملامح وجهه. فالأشخاص الذين يتمتعون بالنظر قد يرون هذا الأمر صعبا جدا ومستحيلا، ولكن هذه كانت حياة رجل يدعى جيم جورجي. ولد أعمى بسبب مرض وراثي، فكان لا يفرق بين الأشياء إلا بعضها، ولكن هذا لم يجعله يمتنع عن ممارسة حياته الطبيعية. فقد تعرف على حب حياته وهو في عمر 16 عاما، فتاة تدعى جوي. بعد ذلك تزوج وأنجب طفلا اسمه لينكولن. هي عائلة سعيدة جدا، لكن المشكلة الوحيدة هو أن جين لا يستطيع رؤية زوجته ولا ابنه. في يوم ما كل هذا تغير. جوي زوجة بطلنا رأت في أحد البرامج التلفزيونية فتاة تعاني من نفس مرض جين. قدموا لها أحد النظارات المتطورة التي تسمح للأشخاص ذوي ذلك المرض برؤية العالم. تحتوي تلك النظارات على شاشة تصحح النظر بواسطة عدسة خاصة، حيث تحتوي على كاميرا عالية الجودة تسجل الصور التي تراها وتعرضها في شاشة النظارة، فتمنح للمريض القدرة على النظر. بفضلها استطاعت تلك الفتاة الرؤية، وتفاءلت جوي كثيرا بذلك. قررت الاتصال بالبرنامج للتحدث مع أصحابه، وبعد ذلك تم استضافتهم في ذلك البرنامج في الولايات المتحدة الأمريكية. كان جين عصبيا جدا عندما وضعوا له النظارات، رد فعل منطقي لأنه حدث له شيء غريب لم يحدث له سابقا في حياته. فقد شعر أن النظارات لا تعمل، لكن تم تثبيت النظارات جيدا فوق رأس جين، وكان الجمهور متشوقا للنتائج والبعض كان غير متفائلا. حيث في لحظة ما قام جين باستدارة رأسه باتجاه زوجته وقال: يا إلهي أنت جميلة جدا. والشيء المفرح هو أن طاقم البرنامج قرر إهداء النظارات لجين، حيث إن سعرها يفوق 15,000 دولار، كل هذا لكي يستطيع رؤية عائلته كل يوم. كما أن جين وجوي لم يكونا الزوجان الوحيدان اللذان تحسنت حياتهما بفضل هذه التكنولوجيا. هذا ما حدث أيضا مع أندرو راي. أندرو تزوج منذ 15 عاما وتمتع بحياة زوجية سعيدة، لكنه لم يتمكن من رؤية وجه زوجته يوم الزفاف بسبب مرض العمى، فقد كان في حالة العمى الكلي. كما أنه كان يعاني من مشاكل في التحرك بسبب عدم الرؤية، فقد كان لا يستطيع اللعب مع أطفاله، ولديه 3 أطفال لم يرى وجوههم من قبل. ولكن يوما ما قدمت له تكنولوجيا آي سايد تلك النظارات الذكية لتصحيح نظره، وجعلته يرى بوضوح. بفضلها استطاع أن يرى لأول مرة فيديو زفافه منذ 15 عاما. قال لزوجته: أستطيع رؤية كل وجهك، وأستطيع رؤية عينيك وكل ملامحك. رؤية الزفاف في الفيديو لم تكن كافية للزوجان، فقد قرر إعادة الزفاف وهو يضع النظارات. أعاد الزفاف في نفس الكنيسة وأصبح عروسين مرة أخرى، فقاموا بدعوة نفس الأشخاص وطبخوا نفس الطعام. والشيء المختلف أن أندرو استطاع أن يرى كل شيء من حوله، وظهر أنه كان أكثر سرورا من الزفاف الأول.